الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب بخير جميعا. يمكن نكون في حلقات اللي فاتت فتحنا الكونسول وكتبنا أوامر، وربما نكون الحلقة اللي فاتت شوفنا بشكل مباشر أوامر جافا سكريبت بتتكتب على اللايف إيديتور بتاع الـ W3 Schools، لكن ربما الناس تسأل على موضوع الكونسول، الأمر مش منطقي طبعا. اللي المفروض يحصل ان المتصفح بيعالج اكواد الجافا سكريبت مع اكواد المارك اب HTML، وده يا جماعه بيتم بواحده من طريقتين، تمام كده؟ الطريقه الاولانيه ان احنا نخليها ان لاين داخل ملف ال HTML باستخدام السكريبت تاج، وده هو عنوان حلقتنا اليوم وده موضوع حلقتنا. الطريقه الثانيه وده موضوع الحلقه الثانيه اننا نخليها في سيبريت CSS ملف ملف جافا سكريبت منفصل، والمتصفح ينزلها ويتعامل معها. وطبعا احنا هنوضح الفرق ما بين الطريقتين او مين افضل من مين ان شاء الله باذن الله في نهايه الحلقه اللي جايه. جيد، جافا سكريبت يا جماعه ليها تاج معين بيتم تفسيرها من قبل البراوزر المتصفح باستخدام التاج ده. التاج ده بيراب حوالين، يعني بيتلف حوالين الكود الحقيقي لجافا سكريبت لو انت كنت ناوي تشتغل على باستخدام السكريبت او الطريقه الاولانيه. السكريبت ده هو اساسا عباره عن تاج اسمه سكريبت، زي التاج اللي هو مكتوب قدامني ده، سكريبت بدايه وسكريبت نهايه. حلو الكلام؟ جميل خالص. وجوه منه بتكتب ايه؟ بتكتب اكواد الجافا سكريبت اللي هي هتكون مسار موضوع موضوع الكورس نفسه، ايه اللي هو إيه انا اعمل ايه، الكود ده بتاع ايه وبيعمل ايه والكلام ده. بس ده طبعا يعني اللي بنحاول نمثل دلوقتي، والتأصيل بتاع الكود يعني ايه دوكيومنت ويعني ايه جيت ايلمنت باي اي دي ويعني ايه نار تشيم، الكلام ده راح يجي ان شاء الله في المستقبل. حلو خالص. عايزين نقول نقطة في غاية الأهمية، السكريبت تاج، التاج سكريبت، ها التاج سكريبت ده بيتحط فين؟ حلو، التاج سكريبت بيتحط في مكان من ثلاث اماكن. المكان الاولاني اما انه يتحط في الهيد، او اما انه يتحط في البادي ده المكان الثاني، اما انه يتحط بعد البادي. طيب حلو خالص، مين بقى اللي بيحدد المكان اللي المفروض يتحط فيه السكريبت تاج؟ اسباب مختلفة، واول سبب منها بيكون انت عايزه يتنفذ امتى بالظبط. تاني كده معلش، اذا افترضنا مثلا انك عاوز ترن الكود بتاع الجافا سكريبت قبل ما المتصفح يعمل ريندر للكونتنت بتاع البيج ده، حط التاج يا جماعه في الهيدر، او اقصد في الهيد بتاع الصفحه. انت مش عندك الصفحه نصين هيد وبادي، واحنا عارفين ان البادي ده سميناه احنا الفيو بورت، يعني المتصفح الكونتنت اللي بيتحط في البادي انت هتشوفه بعينك، لكن الكونتنت اللي بيتحط في الهيد ده انت مش هتشوفه بعينك. طيب اذا انت كنت عايز تخلي كود الجافا سكريبت يرن او يشتغل قبل ما الكونتنت يتحمل في الفيو بورت، يعني قبل ما تكون في اي شيء يظهر في البادي، انت عايز حاجات معينه تحصل في ملف ال HTML قبل ما يتحمل اساسا في الفيو بورت، اكواد جافا سكريبت يعني تقصد تشتغل قبل ما الكود يتحط، ها قبل ما الكونتنت HTML يتحط، وانت عرفت ان جافا سكريبت ممكن تكنترول في الاليمنتس بتاعت HTML تظهرها او تخفيها او لو انت عايز الكلام ده يحصل قبل ما المحتوى بتاع الصفحه يتحمل، يبقى حط كود الجافا سكريبت في الهيد ما تحطوش في البادي. طيب لو انت عايز تخليه يشتغل بعد ما المحتوى بتاع الصفحه يتحمل والبراوزر يكون عمل له ريندر، حط الكود ده في البادي. اسف يا ربي، حط الكود ده يا اما في البادي يا اما بعد البادي، بس خد بالك بالله من ترتيب العناصر بتاعك. وخلينا نأصل قاعده مهمه جدا 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 جدا، ام البراوزر ده بيرن الكود الصفحه من فوق لتحت. البراوزر بيرن الصفحة من فوق لتحت، اهو من جهة تانية اهو، البراوزر بيرن الصفحة يا جماعة من فوق لتحت، بيبدأ من أول سطر HTML يمشي 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 لغاية لما يوصل لآخر حاجة رود تاج HTML، يبتدي ينفذ لك لاين باي لاين. لو لقي إن حضرتك معرف حاجة هو لسه ما يعرفهاش، أو بتطلب تنفيذ كود جافا هو لسه ما تعرفش عليه، حمادة مش هينفع الكلام ده طبعًا. طيب راح نبدأ بالعكس يا جماعة. خلونا نقول ادي المثال الاولاني، بيكون ادي السكريبت يا جماعه موجود فين؟ موجود في البادي.
بمنتهى البساطة انا عندي باراجراف مدي له اي دي اسمه ديمو، ورحت مستخدم واسم سكريبت وقلت له والله انا عايزك تستدعي الاي دي ديمو ده وتكتب فيه الكلمة دي ماي فيرست مش عارف ايه. تمام كده، خلونا نروح ونشوف لو عملنا ريلود اهو. اول ما الصفحة يعني ايه حصل فيها الماي فيرست مش عارف مين، يعني المحتوى بتاع الصفحة بتاعي موجود. جميل خالص، خلونا طيب ناخد السكريبت ده كده. ها خدت البالك انت، هاخده انا حطه في البادي. انا حطه فين يا جماعه؟ حطه في البادي. طب لما يجي يجرى هيجرى كالتالي، يمشي 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 ينزل عند البادي يلاقي باراجراف اسمه ديمو. خلاص حلو خالص، انزل على السكريبت يفهم ان انت عايز تكتب جافا سكريبت، تقول له دوكيمنت انا موجود في المستند، ما هو ده المستند. دوت جيت اليمنت باي اي دي، حاضر ديمو، فين ديمو ده؟ دي ادور عليه، ديمو ده جاب لي مني، ماشي موجود، انا عرفته انر اتش تي ام ال، ما انا موجود في البادي، انا موجود في البادي، الانر اتش تي ام ال بتشتغل في البادي. حلو خالص تمام، يبقى كل اللي فوق ده انا اعرفه. تعرفه خلاص، انا اكسكيوت الكود والامور تمشي بشكل كويس. حلو جدا، خلونا ناخد واسم السكريبت ده يا جماعه بكت، واحطه المره دي تحت البادي. اخدت البالك انت، وهعمل كنترول اس واروح اعمل ريفرش. حاجه حصلت؟ لا، في خلينا نرجع الاليمنت مره تاني ونفتح البادي. ريلود للصفحه دوك تايب الهيد. هو حاسس ان الكونتنت موجود في البادي، بس ماشي انا كده كده عامل سيف. نمشي مع البراوزر، نمشي مع المتصفح يا جماعه. بيقول لك بي الاي دي اللي اسمه ديمو، ماشي خلاص انا عرفته. ننزل تحت على سكريبت كود جافا سكريبت في الدوكيمنت، انا في الدوكيمنت جيت اليمنت باي اي دي، ما في مشكله ديمو عندي عرفته اساسا. ان ار اتش تي ام ال مش مشكله، لان ار اتش تي ام ال ده انا هحطها لك في البادي، ما البادي ما البادي انا متعرف عليه. عايز ماي فيرست ايتم في الديمو، ماي فيرست جافا سكريبت في الديمو، مش مشكله الكلام ده كله انا عرفته. فراح يرن لك الكود من غير اي مشاكل، وادي النتيجه راح تظهر معاك والكونسول ما فيه اي مشكله. حلو، نيجي بقى نروح واخدين السكريبت ده وحاطينه في الهيد. حلو كده، ونعمل كنترول اس ونعمل ريلود. مش هتلاقي في حاجه ظهرت في الفيو بورت تقول لي ايه المشكله، ما انا كده كده اساسا عارف، ما انا يعني ما انا حاطط كود الجافا سكريبت في الهيد. بس انت حاطط كود الجافا سكريبت في الهيد عشان تكتب فيه محتوى معين في البادي. طب ايه اللي حصل؟ ماشي، نفتح الانسبكتور يا جماعه. في الانسبكتور المحتوى في الاليمنت مظبوط، بس في الكونسول لا. في الكونسول مديني رساله بيقول لك ان كود تايب ايرور كانوت سيت بروبرتي انر اتش ام ال اوف نال. انا ما اقدرش اتعامل مع البروبرتي اللي اسمها انر اتش تي ام ال ديت نال، ما فيش. بيقول لي اهو الملف اسمه مش عارف مين، والتسعه دي بتمثل السطر التاسع. نشوف كده في السطر التاسع دوكيمنت كود. طيب نمشي مع الكود. حلو، سكريبت انت حملت على الهيد، دخلت على السكريبت، انت عايز كود سكريبت ماشي مش مشكله. دوكيمنت انا موجود في المستند مش مشكله. جيت اليمنت باي اي دي، جيت اليمنت باي اي دي ما في مش انا ممكن استدعي لك عناصر في الاي دي. ديمو بس انا لسه ما اعرفش ديمو ده فين. طب انر اتش تي ام ال، ما انا مش بانر اتش تي ام ال، لان انر اتش تي ام ال بتشتغل مع البادي، فبالتالي انا لسه ما غيرتش البادي. فانت عايزني ازاي انفذ لك حاجه انا لسه ما اتعرفتش عليها؟ عارف انت زي هل ينفع تصرح هل ينفع تستخدم متغير من غير ما تعمل له ديكلاريشن تصرحه وتدي له قيمه؟ ما ينفعش، هيقول لك مش موجود، ما اعرفوش انا اكس ده، عرفني يا سيدي المتغير وادي له قيمه وبعدين استدعيه. اي حد كده بتتكلم معاه في الشارع مش هينفع، لازم انت تتعرف عليه ومن فين والكلام اللي بعدين تقدر تطلب منه خدمه معينه. انما تطلب منه خدمه من غير ما انت تعرفه هيقول لك يا سيدي ما اعرفكش. بالظبط كده يا جماعه، ده اللي حصل. انر اتش تي ام ال دي بتشتغل مع البادي، فعلشان كده ده الامر اللي احنا كنا بنقول يا جماعه ناخد بالنا منه. خلونا ناخد السكريبت ده يعني عايزين نقول ايه؟ المتصفح يا جماعه بيجرى الصفحة من فوق لتحت، المتصفح بيجرى الصفحة من فوق لتحت، وخد بالك أنت هتكتب كود الجافا سكريبت بتاعك فين على أساس أنت عايزه يتنفذ فين بالظبط، ده المكان اللي بيحدد بالظبط الكود بتاع الجافا سكريبت اللي راح تحطه فين. تمام كده؟ لو أنت عايز الكود نفس الكلام يا ربي، لو أنت عايز الكود يشتغل قبل ما الصفحة تتحمل حطه في الهيد، وخد بالك وأنت بتحط الكود في الهيد ما ينفعش تديله أوامر خاصة بحاجات هو لسه ما تعرفش عليها. طب لو أنت عايز تحطه في البادي خد بالك، لو أنت لازم أن تعرف لازم أن تعرف الكلاسات والأوامر والفاريبلز اللي أنت عايز تغيرها قبل ما تكتب كود السكريبت. لو أنت عايز تحطه من تحت خالص بعد البادي فكده كده أوريدي هيكون متعرف على كل الحاجات الموجودة فيه فين؟ في البادي. ده اللي عندنا في حلقة اليوم، وأسف جدا على الإطالة، ويا رب تكون
افدنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نتقابل الحلقه ان شاء الله باكسترنال جافا سكريبت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.